أهلا بحضراتكم. ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير طائرة خاصة لنقل محمد عثمان المرغني رئيس الاتحاد الديمقراطي السوداني من القاهرة إلى السودان، وعودة المرغني إلى الخرطوم تشكل فتحا لأفق جديدة للتوافق السوداني، وتأتي بعد 9 سنوات أمضاها في مصر، وتأتي هذه الخطوة استكمالا للدعم المصري للتوافق السوداني. كان في وداع المرغني بمطار القاهرة مسؤول ملف شؤون العلاقات المصرية السودانية بالرئاسة المصرية، فضلا عن عدد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والطريقة الخدمية من المتواجدين بجمهورية مصر العربية. يذكر أن المرغني كان قد هاجر السودان خلال شهر سبتمبر من عام 2013، وتعد عودته إلى الخرطوم بمثابة الرجوع الأول لموطنه بعد غياب قارب العقد، ويعول على أن تسهم عودة المرغني إلى جمهورية السودان في دعم التوافق السياسي والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها هذا البلد العربي الإفريقي المهم في تاريخه السياسي المعاصر. معنا للتعليق على الخبر السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، برحب بحضرتك معنا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك دكتور. من خلال قراءتك لهذا المشهد، ما تعليق حضرتك على هذه الخطوة؟ خطوة طبيعية من بلدين كان بلد واحد، وأنت تتكلمي مع مواطن مصري سوداني. عشنا في زمن كنا نهتف فيه لعالم مصر والسودان حتى بداية الستينيات. السودان لأسباب قبلية اضطر أن ينفصل عن مصر، وبالطبع أن هناك المهدية والمرغني كلاهما من الأسر السودانية العريقة التي لديها الكثير من الأتباع ويستطيعون التأثير في الحياة السياسية. ومن المدهش أن المرغني وصادق المهدي كل منهما كان له رأي مختلف فيما يتعلق بالعلاقة مع مصر، ومع ذلك استضافتهما مصر طول الوقت وعمل كمعاملة رؤساء الدول. الآن يرغب المهدي في أن يعود إلى بلده، وبالتأكيد فإن مصر سيسر له هذا، بل بنوع من التكريم بتخصيص طائرة خاصة. أنا يعني ما سعادتي بهذه الخطوة، لكني لا أندهش أبدا، لأن السودان بلدنا، والرئيس السادات كان له تعبير لطيف يقول: يا ليت حدود مصر الجنوبية هي جوبة وحدود السودانين هي في الشمال تكون الاسكندرية. نحن بلد واحد وأمة واحدة. خليني أخذ من كلام حضرتك يا دكتور، حضرتك تشدد على أننا يعني بلد واحد. من خلال هذه القراءة كيف ترى الخطوات المصرية لدعم التوافق السوداني؟ نحن نقبل كل جهد، ونحن شريك يوشك به. لاحظي أن أكبر جالية في مصر من أبناء الأمة العربية هي الجالية السودانية. 4 مليون سوداني يقيمون في مصر، ولم نقل يوما أن نصفهم بصفة اللاجئين، لأنهم أبناء هذا البلد وموجودين، والكثير منهم يعني له ثروات في هذا البلد وله مباني، ولا نطلب منه معاملة كغريب. كل هذه مظاهر توضح أن مصر تعتبر السودان بلدنا، وأنه جزء منه ويطلب منا ما يشاء، ولن ننتحر عن أبدا في أن نساعد السودانيين على وحدة بلدهم لمنع مزيد من الانقسام بعد أن انقسموا مرة عن مصر ثم مرة عن بلدهم نفسه. أصبح هناك سودانين شمالي وجنوبي. نرى الله يتمسك السودان بوحدته وأن يعود إلى وحدة السودان كاملة. صحيح. أيضا يا دكتور، كيف تسهم عودة المرغني إلى الأراضي السودانية في توحيد الصف السوداني تحديدا؟ لأن المرغني وأسرة المرغني هي قبيلة كبيرة في السودان، ولها يعني احترامها ولها أتباع كثر، فأتصور أن وجوده بالتأكيد يسهم في عودة الصف الواحد وكلماته مسموعة ولأتباعه أو مع الجهات الأخرى، لأن تحترم ثقل هذا هذه العائلة. نعتقد أن رجوع إن شاء الله يثبت في يعني تخطي الأحوال الراهنة في السودان وعودة السودان تحت رأس واحد. صحيح. سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كل هذه التفاصيل التي وفيت بها. أهلا بك.
مشاهدينا الكرام، نهاية هذه التغطية، ومستمرون مع حضراتكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.